السلام عليكم أعزائنا الطلبة. موضوعنا اليوم في الماس ترانسفير اوبريشنز methods to determine the mass transfer coefficient في الجزء الأول من المحاضرة السابعة. اليوم هو method to determine the mass transfer coefficient. مبين هنا من عنوان المحاضرة بأنه راح نتعلم كيفية حساب الماس ترانسفير coefficient. اللي أقصد به هنا هو اللي هو قيمة الكي بأنواعه، سواء كان في حالة الطور الغازي أو الطور السائل، مثل ما تعلمناها بالمحاضرة رقم 6. هو يعطينا إياها بالمحاضرة قيمة الكوفيشنت، وما الكوفيشنت نستطيع أن نحسبه من القانون السابق في عند حساب قيمة الفلاكس. أما الآن المبدأ هذه المحاضرة هي في عدم إعطائنا قيمة الكوفيشنت، فشلون راح نبدي نطلع هاي القيمة ونوجدها وبعد ذلك نطبقها في قانون الفلاكس. هذه القيمة نقدر نحصل عليها عند قيام العلماء باستخدام أو بوضع معادلات تدعى بالإمبيريكال كوريليشن. الامبيريكال كوريليشن طلاب هي معادلات تم استنباطها من قبل علماء نتيجة دراسة أنظمة معينة. هذه الأنظمة تعتمد على شكل النظام اللي صار بعملية الانتشار، وكذلك على طور النظام، يعني الشكل مالته. احنا دائما ناخذ أشكال معينة بدراسة الانتشار، اللي هي عندنا عبارة عن سطوح مستوية، عبارة عن أنابيب مجوفة في داخل الأنبوب يحدث الانتشار، عندنا عبارة عن سفيريكال كرات، يعني سواء كانت هذه الكرات بأي يعني من جاية هاي الكرات، سواء كانت صلبة اللي هي ستيل، من أين معدن متكون هذه الكرات، ما إلى دخل، هو فقط يعتمد على الجيومتري. فمعنى ذلك بأنه عندي جيومتري للشكل اللي دا يصير بالانتشار مهم جدا عند حساب قيمة الكيسي، قيمة أي نوع من أنواع الكي، سواء كان كيسي أو كي جي أو كي واي أو كي إكس، أي نوع من أنواع الثابت اللي هو الكوفيشنت في أي طور حسب نوع النظام المستخدم. هاي المعادلات اللي تم وضعها من قبل العلماء، يعني هي مو جاية وخلاها، هي تعتمد على نظريات تم الاعتماد عليها، تعتمد على قيم عملية تم الحصول عليها من قبل العالم عن طريق تطبيق عمليات الانتشار أو عمليات انتقال الكتلة والحرارة باستخدام أنواع مختلفة من الفلويد، باستخدام أنواع مختلفة من السرعة، باستخدام أنواع مختلفة من الجيومتري، الأشكال اللي يصير بها الانتشار. هاي المعادلات الوضعية اللي تدعى بالإمبيريكال كوريليشن تعتمد على جروبس. هاي الجروبس كما ماخذيها سابقا بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية، اللي هي dimensionless group، اللي احنا نعرفها من أقصد بالdimensionless group، اللي هي الجروبس اللي تتكون النتيجة النهائية كيونتس، كوحدات، هي بدون وحدات. فالجروبس الأساسية اللي استخدمت في هذه الامبيريكال كوريليشن راح ناخذها بالتفصيل طلاب كشكلها، ويحفظ تحفظ هذا الجروبس. هي مو جديدة عليكم، معظمها تقريبا مو جديدة، ولا الشغلات المستخدمة بها هي عبارة عن جديدة، إلا يعني كم جروبس معينة. أشهر جروبس يمكن أن يستخدم هو الرينولد نمبر. الرينولد نمبر مثل ما نعرف عادة من متكون، أي رينولد نمبر عبارة عن حاصل ضرب السرعة في الكثافة في الدايمتر على اللزوجة. هذا احنا نعرفه اللي هو رو يو دي على ميو. عادة رينولد نمبر التعبير العلمي اللي هو انترفيشال فورس على الفيسكوس فورس. فاللي رينولد نمبر حسب ما نعرفه
هو هذا تعريف كل جزء موجود به. هو شنو؟ عندنا رينولد نمبر هو الدنسيتي، هو الكثافة. كثافة منه؟ كثافة المائع اللي يجري اللي دا يصير به الانتشار. اليو خليه على صفحة هسه اليوم، لأنه عندنا أنواع معينة. اللزوجة الموجودة بالأسفل هي لزوجة السائل اللي دا يجري اللي دا يصير به عمليات الانتشار مثل الكثافة. عندنا الدي، الدي طلاب عندنا اللي دايميتر. عادة الدايميتر اللي مطينا اياه هنا يمكن أن يقسم إلى قسمين. الدايميتر اللي في حالة نستخدمه كدي اللي موجود هنا، في حالة نستخدمه قطر الأنبوب اللي دا يجري به المائع في داخله. في بعض الأحيان يتحول الدي هنا إلى نستخدم بداله دي بي اللي هو دايميتر مال السفير، الكرة اللي دا يصير به عملية الانتشار هذا السفير. إذا الدي احتمال ناخذه دايميتر قطر الأنبوب اللي دا يجري في داخله السائل أو الغاز، أو احتمال نستخدم إذا كان الانتشار أو المائع اللي دا يجري حول شنو؟ حول السفير، فناخذ قطر الكرة. أوكي، هذا بالنسبة للدي. بقالنا شيء أخير اللي هو شنو؟ اللي هو السرعة. السرعة عادة اللي موجودة بالأعلى، عادة هنا السرعة تأخذ عادة اليو اللي هي السرعة، معدل السرعة للمائع إذا كان في داخل الأنبوب. إذا كان الأنبوب فارغ، بس إذا كان الأنبوب مو فارغ يحتوي على مثلا بارتيكلز، لاحظ بأنه المائع ما يجري على شكل خط مستقيم ويمشي، لا، من أكو فشي يعيقه في داخل الأنبوب حيكون جريانه شنو؟ يكون جريانه متموج، وبالتالي فالسرعة ما تكون هنا سرعة خطية، فالسرعة حتكون عبارة عن شنو؟ هي السرعة اللي هي superficial velocity of empty cross section area على، راح تقسم على الفويد فراكشن. هنا اقصد بالفويد فراكشن هي نسبة الفراغات اللي موجودة في داخل الأنبوب. فإذا اليو راح تحسب من هالصيغة، اليو اللي تطبق هنا، هاي اليو اللي راح أشر عليها بالأخضر هي اللي تطبق بالقانون الرينولد نمبر، أما اليو داش هي عبارة عن شنو؟ السوبرفيشال فيلوسيتي اللي موجودة في داخل الأنبوب أقسمها على الفويد فراكشن اللي هي نسبة الفراغات الموجودة في داخل الأنبوب اللي أخذناها سابقا في الانتشار في الجزء الصلب، من انتشار الجزء الصلب اللي في محاضرات سابقة عادة تتراوح قيمتها من 0.4 إذا تتذكروا إلى 0.5، وعادة هو يأخذ 0.4 أو حسب نوع المادة اللي مستخدمة كبيد في داخل الأنبوب. هذا النوع الأول من Dimensionless Group اللي هو Reynolds Number. النوع الثاني اللي هو Schmidt Number. Schmidt Number حسب القانون الموجود هسه قدامكم عبارة عن شنو؟ طبعا اختصاره هو SC، عبارة عن الميو على الرو DAP، الميو على الرو DAP، أو يؤخذ بأنه هو عبارة عن شنو؟ معكوس ال عادة هو عادة هذا معكوس اللي هو معكوس الرو على ميو على الدي اي بي. التعبير الصيغة العلمية هو مومنتوم ديفيوزيفيتي على المولكولار ديفيوزيفيتي. هذا النوع الثاني اللي هو شميد نمبر. النوع الثالث من انواع الدايمنشنلس جروب هو شيرود نمبر. شيرود نمبر عبارة عن كي سي داش ال على DAP. الكيسي داش احنا نعرفه اللي هو الثابت اللي هو احنا دريده الكوفيشنت مضروب في المسافة او الدايميتر في بعض الاحيان يضربه، او مضروب في شنو؟ في اللي هو DAP اللي هو الديفيوزيفتي. اذا انا اقدر عن طريق الشرود نمبر اقدر اطلع قيمة الكوفيشنت، اقدر اطلع قيمة الكوفيشنت. النوع الرابع من أنواع الدايمنشنلس جروب هو منو؟ ستاتن نمبر. ستاتن نمبر اختصار إلى هو ST، فإحنا الطلاب عندكم فقط خطأ بالطباعة
statin number هو ST وليس SH اللي هو مال ترى SH هو مال شيرود نمبر. فستاتين نمبر هو شيرود نمبر على رينولد نمبر في شميد نمبر. من أعوض أذني للدايمنشن للجروب الثالث الثلاثة فراح يظهر لي يبقى لي فقط KC داش على U والKC داش مثل ما عرفتوا هو الثابت الكوفيشنت اللي أنا أريد أدور عليه. اليو الموجودة بالمقام اللي هي السرعة أقدر أعيد صياغتها هي عبارة عن شنو اليو عبارة عن الماس فلوريت على الرو. فإذا الماس فلوريت هو شنو لأن احنا نعرفها الرو في اليو على الوزن الجزيئي أو نقول الجي هو الماس فلوريت هو عبارة عن شنو هو عبارة عن السرعة في التركيز. هذا الجروب الرابع. أما الجروب الخامس هو عبارة عن الجي فاكتر. الجي فاكتر هذا الجي فاكتر إلى أشكال يعني مختلفة فهسه راح ناخذه بالسلايد اللي بعده. أيضا يعبر عنه بصيغ مختلفة. فهسه حصلنا على خمس جروبات. أذن الجروبات الكلهن المفروض إحنا كطلاب نعرفها وحافظيها على الغيب، نعرف كل واحد بما يمثله ونشتغل عليه، لأن هذه الجروبات هي اللي تمثل لكم المتكون من عندها الامبيريكال كورليشن أو المعادلات الوضعية اللي تم استنباطها من قبل العلماء اللي أقدر عن طريقها أوجد قيمة الكوفيشنت. فإذن الخمسة لازم أعرف كل جروب دايمنشنز، لازم أعرف كل جروب ما يمثله من معطيات من density من كثافة من لزوجة من diffusivity من سرعة كلها هاي كلها لازم أكون حافظها على مود أقدر أطبق الـ empirical correlation. طلاب لمعرفة الـ J factor مثل ما قلت لكم هنالك أشكال مختلفة اللي هي JM أو JH أو JD هو يطلع هو يدخل ضمن منطوق اللي هو الفريكشن على 2 اللي هو يساوي إنه الكيسي داش في الدنسيتي على الماس فلوريت الكل مضروبة في اللي هو شميد نمبر مرفوع للأس 2/3. هذا كله أقدر أعيد صياغته اللي هو الكيسي داش على اليو في الشميد نمبر اللي هو 2/3 أو أقول اللي هو KG داش التوتال بريشر على جي ام في الشميد نمبر 2/3. هذني كلها صيغ مختلفة تقدرون تطبقون أي وحدة تريدوها حسب المعطيات من السؤال. عرفنا قيمة الشميد نمبر ذاك الوقت انتو هذا الجي فاكتور وين موجود من بالمعادلات نقدر ان نستخدم الصيغ الموجودة هنا اي واحدة من عندها اقدر اطبقها بضمن المعادلة على مود شوجد على مود اوجد الكوفيشنت اللي هو هنا هذا يعطيني قيمة كوفيشنت الكي سي داش هنا كذلك بس بهاي الصيغة يقدر يعطيني كي جي داش. فاي ثابت اللي انا اريده او اقدر احصله وعن طريقه اقدر احوله الى ثابت اللي انا اريده حسب السيستم اللي انا دا اشتغل عليه. كل هذا المعادله اللي هي معادله رقم 2 تدخل ضمن منو اللي هو تشيلتون كولبرن انالوجي اللي وضعوها هاي الصيغ على مود نعرف قيمه الجي فاكتور. هنا اذا معناتها عرفنا بانتهاء النقطة رقم 5 كدايمنشنلس جروب عرفنا الدايمنشنلس جروب اللي لازم أعرفهن لأنه قبل ما أدخل بالمعادلات وأتعرف على هي شنو المعادلات المفروض هاي الدايمنشنز أنا أعرفها هي شنية. أوكي إذا النقطة الأولى في موضوعنا أنا عرفت شنو الدايمنشنلس جروب. نجي الموضوع النقطة الثانية لازم أنا أعرفها لازم أعرف السيستم ماتي دا يتعامل ويا اي جيومتري ويا اي شكل لانه عادة احنا من دا يصير عندنا انتشار لازم نعرف هو الانتشار وين دا يصير بيا مكان. فاحنا عادة ضمن اللي اخذناه سابقا بالمحاضرات
اللي مرت علينا، اما يكون ضمن منو؟ يكون ضمن انسايد تيوب، يكون انسايد سلندر، يكون على سطح مستوي، يكون على سطح سفير كره، هاي كلها احنا مرت علينا سابقا. فلازم احنا هنا نعرف الشكل اللي نستخدمه او شكل النظام اللي موجود عندي اللي يصير به عملية الانتشار على مود احدد المعادلة لازم استخدمها. اذا اول شيء انا لازم اعرفه هو شكل النظام. فاذا رح ناخذ هسه انواع الانظمة المستخدمة وشنو المعادلات اللي يستخدمها. رقم واحد اللي هنا رح ناخذه، هنا رقم اثنين مكتوب بس عندي اقصد رقم واحد كشكل رح ابدي به اللي هو flow inside pipe. اذا هاي المعادلة رح يطي لي اياها تستخدم في حالة فقط اذا كان الماء دي يجري داخل pipe. لاحظوا اول ما قال ايش قال for both gas liquid وش اطانا بعد؟ اطانا رينولد نمبر اكبر من 2100. اذا استحدثت عندي شغلتين بالإضافة إلى شغلة الجيومتري الشكل، شغلتين صارت عندي ثلاث شغلات. طلاب هاي الملاحظة كل ساعة راح أعيدها وأكررها. أنا من يجيني نظام معين لازم أحدد ثلاث شغلات على مود أستخدم المعادلة اللي هي مناسبة لهذا النظام. الشغلة الأولى لازم أحدد شنو؟ أحدد الجيومتري، شكل النظام أو شكل المكان اللي موجود به الماء اللي دا ينتشر أو اللي دا يجري. الشكل أول مرة. رقم اثنين لازم أحدد المائع شنو، غاز أو سائل. إذا معناته لازم أحدد طور النظام مالتي. رقم ثلاثة لازم أختبر هذا المائع مالتي سواء كان غاز او سائل، لازم اختبره. اختبره عن طريق شنو؟ لازم اطلع قيمة الرينولد نمبر، اشوف الرينولد نمبر على بياري جيم دا يشتغل، يعني شقد قيمته ذاك الوقت. احتمال هاي المعادلة ما تشتغل عليه او تشتغل عليه، لان كل معادلة اللي هسه راح ناخذها تستخدم اما يكون حسب نوع الشكل، مو كل شكل نستخدمها، او احتمال مو كل طور نستخدمه، احتمال فقط تستخدم للغازات او احتمال تستخدم للليكويد او احتمال تستخدم الاثنينات. اذا لازم اشوف الطور، ولازم اشوف الحالة الثالثة، لازم اشوف المائع يشتغل بيا رينولد نمبر، لانه كل معادلة لها رينولد نمبر خاصة بها، يعني رينج منطقة معينة يشتغل عليها من هالحد لهالحد، ذاك الوقت احتمال هاي المعادلة ما تشتغل. إذا لازم هاي ثلاث شغلات أعيد وأكررها لازم أحددها. فنلاحظ هنا راح تشوف صورة سريعة، أحكي على واحدة وبعدين البقية صورة سريعة يكون لي نفس المبدأ اللي نشتغل عليهم. شوفوا هاي المعادلة، معادلة رقم ثلاثة. المعادلة رقم ثلاثة منين متكونة؟ متكونة يقول لك الشيرود نمبر شو يساوي لنا؟ هذا المفروض ما يكتبه هو، بس احنا كتبناه لنا أول مرة. الشيرود نمبر، لأنه قلت لكم الشيرود نمبر، رينولد نمبر، شميت نمبر، ستاتن نمبر، جي فاكتر، لازم أنتم حافظيه. الشيرود نمبر هو عبارة عن كي سي داش دي على دي أي بي. شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الفاكتور مضروب في رينولد نمبر، ورينولد نمبر مرفوع الى اس، مضروب بعدين في شميد نمبر، وشميد نمبر مرفوع الى اس. فالمعادله رقم ثلاثه، المعادله رقم ثلاثه، هاي المعادله اقدر من اطبقها لازم احسب قيمه الرينولد نمبر واحسب قيمه الشميد نمبر، وانا البقيه كلها عندي راح اقدر اطلع قيمه الكيسي اللي انا دا اريده. اوكي، فمن عن طريقها اقدر احسب قيمة الكي سي داش. بس انا ما اقدر استخدم هاي المعادلة الا اذا كان شنو، الا اذا كان هو هذا المائع دا يمشي داخل التيوب، الا اذا كان هذا المائع وين هو هذا حدده بانه اي مائع اقدر استخدم غاز او ليكويد. احتمال يعطيك يقول لك هاي المعادلة تستخدم فقط للغاز او تستخدم فقط للليكويد، وايضا حددني بشيء هذا لازم اني احسب قيمه الرينولد نمبر بالبدايه على مود اعرف
هنا هاي المعادلة تستخدم فقط في قيمة الرينولد نمبر تكون أكبر من 2100، يعني إذا طلع لي أصغر من 2100 ما أستخدم هاي المعادلة، أدور على غير معادلة داخل باي جاز أو ليكويد حسب النظام مالتي، ويكون يكون حسب الرينولد نمبر. طلعت الإنفرو سابقا طلعته أقل من 2100، فلازم أشوف معادلة تستخدم لأقل من 2100، وبالتالي هاي المعادلة تستخدم للتيربلنت. بس يقول لي وين اللامينار مالتها؟ اللامينار مالتها تقدر أستخدم هاي المعادلة مطيني إياها. فاحتمال من يجيك سؤال أنا أعطيك هاي المعادلة وأعطيك هاي المعادلة، بس أنت تقول لي هسه يا معادلة أستخدمها عن طريق منية، تستخدم حسب نوع الرينولد المطيكية أو قيمة الرينولد المطيكية، فأنا لازم أحسب رينولد نمبر بالبداية، ذاك الوقت أقدر أشوف يا معادلة أستخدمها. ومن تحسب الرينولد نمبر عبالك يعني مو لا يضيع جهدك، لأنه أصلا أنت من تريد تستخدم المعادلة أصلا بيها قيمة الرينولد نمبر في داخلها، فمعناتها أنت اللي حسبته راح تستخدمه، مو عبالك فقط هي لتحديد نوع المعادلة. هذا هو المبدأ العمل مالتنا. النوع الثاني من أنواع الأشكال for flow parallel to flat plate، معناتها راح يمشي على سطح، يمشي الماء على سطح. نلاحظ معادلة رقم 6 بأنه هذا هو المعادلة. المعادلة هي بدلالة الجي فاكتر، وقلنا احنا الجي فاكتر نستخدم احدى الصياغ الموجودة بالاعلى، هذا الني، هاي الصياغ واحدة من عدهن، وواحدة من عدهن اي واحدة تستخدموها هي يحتوي على الكوفيشن الثابت. داخل المعادلة رقم 6 شلاحظ يحتوي على الرينولد نمبر، وهذا الرينولد نمبر هو دائما لازم قلت لكم لازم احسبه. المعادلة رقم 6 تستخدم فقط في حالة الرينولد نمبر شبيهة يكون أقل من 15,000، أقل من 15,000. وأيضا قال لنا هاي المعادلة رقم 6 تستخدم فقط في شنو؟ الغازز. أما المعادلة الجواها اللي هي معادلة رقم 7، ألاحظ بأنه معادلة تستخدم الرينولد نمبر يكون الرينج مالته بين يكون أكبر، لازم تكون أكبر من 15,000 وشنو؟ أصغر من 300,000، وأيضا تستخدم للغازز. أما المعادلات الجوها تستخدم إلما للليكويد، بس عندنا معادلتين، معادلة رقم 8 ومعادلة رقم 9. هاي المعادلتين أقدر أستخدمها إلما للليكويد، بس ليش أطانا العد معادلتين؟ أطانا معادلتين لأنه حسب الرينولد نمبر أشوف المعادلة رقم 8 الرينولد نمبر الرينج مالتها يختلف عن المعادلة رقم 9 الرينج مالها يختلف، يعني شوف يكون أكبر. حتى المعادلة رقم 9 شوف هنا ايش قايل عليها، المعادلة رقم 9 تستخدم for gases and liquid، إذا أقدر إذا طلع الرينج مال رينولد نمبر حسب هاي المنطقة فأقدر أستخدم معادلة رقم 9 لحساب قيمة الجي فاكتر، والجي فاكتر حسب ما أعرفه أني يحتوي على عدة صيغ، فتختارون أي صيغة اللي تريدوها سواء كانت هاي أو هاي أو هاي، فتطلع على قيمة أي كوفيشنت أنتو يفيدكم. هذا هو المبدأ العمل. فصار عرفنا بأنه هسه ضمن هذا الستايد عرفنا إذا كان الفلو ضمن داخل بايب أو داخل شنو، داخل بارالل سلايد فلات بليت، يعني سيرفيس. عندنا نشوف هنا نفس الحالة، الشكل مالت الجيومتري هو سيلندر، فأيضا مطيني المعادلة رقم 10. ألاحظ المعادلة رقم 10 بدلالة الجي فاكتر وبدلالة الرينولد نمبر. بدلالة الجي فاكتر والرينولد نمبر أنا أعرف شلون أطلع الرينولد نمبر وأعرف شلون أطلع الجي فاكتر. عن طريق الجي فاكتر أقدر وراها أطلع قيمة الكي، بس هاي أم العشرة المعادلة رقم 10 وين تستخدم؟ تستخدم عندما يكون الرينولد نمبر محصور ضمن هاي المنطقة، ضمن هاي المنطقة. اوكي، الدعش محصورة ضمن هاي المنطقة للرينولد نمبر، فاذا انا دائما دائما طلاب لازم اوجد الرينولد نمبر واشوف يا معادلة تشتغل عليها، مو فقط الرينولد نمبر، لازم اشوف هاي المعادلة للغاز لو للليكويد، او احتمال تستخدم للغاز وللليكويد. اوكي، وراها عندنا الشكل، الشكل الموجود هنا شنو؟ سفير، فعندنا معادلات تختلف. عندنا معادلات لنفرض ناخذ معادلة رقم 13. المعادلة رقم 13 يقول لنا هاي المعادلة تطبق شو وقت؟
شو وقت تطبق؟ تطبق من يكون for a very low Reynolds number أقل من واحد. معناته Reynolds number أقل من واحد. بس إذا معناته لازم أطلع قيمة من هو Reynolds number. بس هنا ما دي يقول لي إن الغاز لو ليكويد. فأنت المفروض أنت تعرفها. يعني يعطيك إياها العفو. نشوف هنا أنا. المعادلة جواها. معادلة رقم 14. تستخدم وين؟ For gases. الرينولد نمبر من 1 إلى 48 ألف قيمته. زين؟ فأستخدم معادلة رقم 14. فإذا لازم أطلع قيمة الرينولد نمبر إذا ضمن هاي المنطقة فأستخدم معادلة رقم 14. إذا من 2 إلى 2000 أستخدم معادلة رقم 15. بس هي المتابعة for liquid. وعندنا معادلة رقم 16 أيضا للليكويد. بس الرينولد نمبر من 2000 الى 17000. اذا كان قيمة الرينولد نمبر من 2000 الى 17000 فمعناته استخدم معادلة رقم 16 اذا كان الماء هو شنو ليكويد. هسه شنو عندنا ايضا فور spherical particle. فشوف معادلة رقم 17 هاي تستخدم بدلالة الجي فاكتر. شو وقت تستخدم؟ عندما رينولد نمبر يكون أكبر من 10 وأقل من 2500. هنا حدد لي، لو ما حدد لي نوع الفلويد ما كاتب لي إياها، بس هو المفروض يكتب لي إياها. هذا تستخدم مثل هاي المعادلة لسفيركل بارتيكلز في حالة إذا كان البارتيكلز سفير العفو سلندر. فأستخدم المعادلة على مال سفير بس بيش أضربها فاكتر 0.79. أما إذا كانت نوع البارتيكل كيوب فإذا أستخدم المعادلة مال سفير بس بيش أضربها فاكتر 0.71. فهيجي المعلومات هي قدامكم بس لازم تعرفون وشي نوع النظام. فهي أقدر ألخص المحاضرة شنو. أنا من يجيني نظام طلاب لازم أول شيء أحدد الجيومتري. لازم أحدد أول شيء الجيومتري. زين؟ اللي هو شنو الجيومتري أقصد به؟ اللي هو شكل اللي يصير به عملية الانتشار. عندنا سلندر، عندنا يعني اللي هو نفس البايب مجوف وما بشي، في بعض الأحيان داخله شنو بارتيكلز. عندنا فلات بليت اللي هو سيرفس سطح، وعندنا ده يصير الانتشار على سطح شنو سفير. اول شيء اذا جيومتري. رقم اثنين لازم شو احدد؟ لازم احدد الفيس ماتي. الفيس ماتي اذا كان غاز او شنو او ليكويد. اذا هاي شغلتين. هذا كله من اجيبه؟ اجيبه من السؤال. أجيبه من السؤال، هو يبين لي السؤال ماتي شنو أقدر أحدده. بس الشغلة الثالثة اللي أنا عليه لازم أحسبها قيمة الرينولد. قيمة الرينولد نمبر هاي لازم أحسبها قبل ورا ما أحدد الجيومتري والفيس. لازم أوجد قيمة الرينولد مالتي عن طريق الرينولد. لازم هسه صارت ثلاث شغلات أنا عندي جيومتري فيس رينولد. أروح عليهن أشوف يا معادلة تنطبق عليها لثلاث شروط. يلا أبدي أستخدم هاي المعادلة. وسبب استخدامنا المعادلات هي لإيجاد قيمة الكيس الكي اللي هو الكوفيشنت، سواء كان كي سي أو كي جي أو كي بي. شوف هو شنو المعادلة راح تنطبق أو أقدر أطبق عليها. ألاحظ المعادلات شكو بيها. من أروح على المعادلات عادة بيها أم هو عادة رينولد نمبر، شيرود نمبر، شميد نمبر، ستاتون نمبر، وشنو الجي فاكتر. اذن الخمس دايمنشنلس جروب لازم يكون بيها هي واحدة، يعني بيهن قيمة اقدر احسب من عندها قيمة الكي سي. الكي سي او مثل ما قلنا الكي جي، كل ساعة اقول كي سي، هي كي الكوفيشنت طلع. فعن طريق الامبيريكال كوريليشن راح اوجد قيمة الكوفيشنت اللي احتاجها في قانون الفلكس.
هذا هو طلاب إن شاء الله قد استفادوا من المحاضرة لإيجاد الكوفيشنت في حالة إذا عدم إعطائنا في إعطائنا إياه في النظام مالتنا. أستودعكم الله ولقائنا في الجزء الثاني من المحاضرة 7.